عليكم أصدقائي متابعينا محبينا على قناتي. اليوم رايحين أنا وزنوبة وأم جمال عيني وجوري الحلوة ويانا، رايحين نروح نجيب هدايا لأصدقائنا اليوتيوبرية إن شاء الله تعرفوهم. عندنا حفلة الزفاف اللي هي عائلة عسولة، وعندنا طهور عائلة دنيا محمد، وإن شاء الله يشوفون الهدايا راح نشتريها. طبعا ما الهدايا تشوفوها عن طريق الفيديوهات مالتهم يعني، بس راح نشوفكم الفيديوهات مال حفلة العرس ومال الطهور، لأنهم مسويين بالقاعة وقاعدة حلوة وإن شاء الله تنال إعجابكم. ما مشترك بالقناة تقدر يشترك بالقناة على متصلكم الفيديوهات اللي راح ننزلها إن شاء الله هالأيام الجاية. أبقوا يانا. أصدقائي هسه اجينا هنا نسوق ناخذ هدايا للعروسة وناخذ هدية للطهور ابن دنيا محمد، وان شاء الله تشوفون الفيديو ان شاء الله يعجبكم، تابعونا اول باول. سوين جوري الالعاب، ناخذ هديه لاصدقائنا ديوري. بهذا الديناصور هذا صار 33 يورو هذا الواحد. قلت لك من تروحي للمدرسة راح اشتري لك بايسكل من هذا جديد، ولو تعدك واحد جديد. اي اخذ لك من اخلي لك من هذا، تخلين اللعابة هناك. اوكي اي اخذ لك واحد من هذا. اوكي من تروحي المدرسة سنتلو انت عندك مثل هذا، عندك نفس هذا بالضبط. اي بس احمر برتقالي. اخذنا هدية والهدية راح تشوفوها ان شاء الله بالفيديو القادم.
بعد ما نفتح الهدايا وشوفون الفيديو العفو شوفون الهدية اللي أخذناها للطفل. هسه لقينا أول هدية للطفل اشترينا له وراح ناخذ إن شاء الله الهدية الباقية العروسة كل العريس. لازم من تيجي هنا لازم نشتري له حاجة. أخذنا له هاي مال تلوين صبورة وأصباغ وألوان مجوري. يلا تشيليها شو احنا نشتريها واحنا نشيلها. يلا جوري ما جوري كيفت عليها هي هاي متى الروضة هي هاي بالروضة صحيح اكو من عندنا. طبعا راح ناخذ هاي مال القهوة الكهرباء كل زين هاي كانت عندي وحدة بس الجمال عطبته اكو بيها قبق اكو بيها بدون قبق. خذناها لون البنفسجي. يلا بعد يلا بدنا ناخذ هدية للعروسة وللعريس. ماما ها جوري وهاي جوري مناظرها الجديدة. شو جوري مناظرها الجديدة خلي يشوفوا شوفوا هاي ما زينب هاي هاي كلها عالة كلها نظارة. هاي هاي كل زينة هاي طبعا هاي لا تستعملون الزيت ولا تحتاجون اي شيء. هي تشوي شوي كلش سمك دجاج البومز خضروات. اي حلو هذا محل تركي فتحنا جديد. هاي وياها بطوطة. ليش هاي زينب؟ 13 يورو. هاي احنا جايبين فحامان محمد الله الله حلوات والله خوش شغلات جايب هذا. ها شغلات هنا حلوات وعافيات. انا عجبتني الوزه. يلا ما بديش رجعنا لكم بنهاية الفيديو. فإذا الفيديو عجبكم سووا لايك واشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس وكتبونا ما تنشي بالكومنت إذا الفيديو عجبكم أو لا وإن شاء الله نشوفكم.